في تونس يمان علي، عمري 6 سنين، أبويا مات في القصف، أبويا مات وأمي تجوزت وعافتني عند أهلي. من جيت على الدنيا يعني كنت بجري بجرية، لعن كنا جوا الدواعش وقاموا كانوا يسوون هذا يقتلون الناس، وكان نحن نقوم ونجي يعني نهزمنا يعني، وإحنا ضاعت هوياتنا بالقصف، نحن تتعلل على جيراننا كان قالوا قصف وكان يضيع هوياتنا، بس إحنا قاعد نسوي هويات، بس هذول ما يقبلوا يسوون هوية. أنا عايشة مع جدتي بس الحمد لله عايشة معاهم ومربيني، بس يعني كل يدرسوني كل يوم يدرسوني. أنا صف أول، أستاذي أستاذ أحمد درسنا عن الحروف والكلمات، وأنا أحب المدرسة أحب المعلم، يدرسنا واجبات كلمات، يعني نحب المدرسة نتعلم ننجح نصير معلمين دكتورين. أنا أتمنى أصير معلمة، أنا أحب الأرقام الحروف الرياضيات، أحب يعني أحب أصير معلمة وأجيب فلوس ونروح على مكان نعيش فيه.